لكم خوت هذه مبادرة درناها من المال الخاص ديالنا، من بعد ما خفنا على الناس المسنين والناس الكبار والناس اصحاب الامراض المزمنه، حيت كنشوفوا هذا الوباء دار عندنا هنايا بكثره، ولينا كنسمعوا في جميع المناطق اللي هنا باللي الناس مصابين ومراض. بالتالي خدينا هذه الفكره هذه وبغينا نعقموا الدنيا، وكي كتلاحظوا كنعقموا راس الدرب وكنعقموا الديور باستمرار طيله المواد 24 ساعه. خديت الماتيريال، جاتني هذه الفكره هذه من بعد ما خديت الماتيريال والناس في الدرب عاونوني شويه، جمعوا شويه 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 وخدينا هذا الماتيريال هذا، وخدينا المواد ديال التعقيم كاملين الحمد لله، الميزان الحراره، البوليزه ديال التعقيم، البرودويات، كل شيء. وطيله 24 ساعه كنعقموا الدرب وكنعقموا الدار باش نحاربوا هذا الوباء هذا. وكاينين شي ناس كيعاونوا هذا الشيء في الخفاء، كنشكروهم حتى همايا بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم، كنشكروهم. ورغم كاينين صعوبات الناس كيتنقصوا من المعاونه وداك الشيء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الناس كيديروا اللي الجهد ديالهم كيديروه، واخا داك الشيء ما كاملش وانما الكمال لله. وشكرا. وتنقول الناس المسؤولين راه حتى واحد في نظري انا الدوله كلشي ما مقصرش من الجهد ديالو الحمد لله، كلشي مقصر من حتى واحد ما مقصر من هذا رئيس الجمعيه ديال الدرب اللي عندكم هنايا، شنو دار معكم شي حاجه ولا والو؟ ما عندنا حتى شي جمعيه حنا في الدرب ديالنا، ما كايناش شي، ما كاين حتى شي جمعيه، ما كاينه هذا الدرب هذا، ما فيه حتى شي جمعيه. كاين واحد السيد حنا كي كنعرفوه بلا ما نسميوه كيعاون شي وحدين في هذا الدرب هذا، كاينين شي ناس خداو، وكي قلت لكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يمكنش يعطيه هو بوحدو الناس كلشي. وكي كنسمعوا من بعض شي وحدين هو دوك الناس اللي عطاهم المال الخاص ديالو، واللي بغى يعطي شي حاجه مرحبا، عندنا ناس في الدرب هنايا محتاجين، وعندنا ناس كبار، وعندنا ناس كانوا عندنا عيالات كانوا كيبيعوا الميكا في السوق، ما بقاوش خدامين، السوق تحبس، ما بقاوش كيبيعوا الميكا، عندنا ناس كانوا كيبيعوا الديطاي، عندنا ناس كبار، حنا الهضره ما تنقولهاش علينا. وشكرا الحمد لله. الله يرحم الوالدين، حنايا هاد الدرب زنقه واحد راه ما عقلت علينا مقاطعه، ما عقلت علينا جمعيه، بطول من الرص خد المعاونه، الا هاد الزنقه واحد ما خداتش المعاونه، والناس محتاجين ما عندهمش، عندهم اللي عنده اربعه الدراري خمسه الدراري ما عندوش منين غادي يجيب المعيشه، يعني الجمعيه كاينه وحنا ما عارفينش هاد الجمعيه سميتها. حنا المعقم ديال من عندنا شريناه كنصيقوا الدرب من الليل لليوميا، حتى واحد ما عقل علينا، وحنا خايفين على وليداتنا وعلى عائلتنا، حتى حنا راه مضرورين. الله يجازيكم بخير، اللي قدر باش يعاوننا وباش مسخا الله يعاوننا، يعني شوفوا لينا شي حل، هذا الشيء راه واعر علينا، راه عندنا وليداتنا وحنا راه حتى حنا مضرورين، ما بقينا لا نخرجوا لا نضرجوا، يعني هذا الشيء راه بزاف علينا، راه ولينا عايشين في رعب، راه 3 شهور وحنايا مشدودين في حل ما عرفتش فين كاينين، القوادس عامرين الزبل، ما كاين اللي كيتسوق لينا، ما كاينش اللي كيهضر معانا، ما كاينش اللي كيتشوف فينا، حتى السلام عليكم ما تيقولهاش لينا، يعني هذوك اللي خداو المعاونه يعني راه عندهم المعرفه، حنا ما عندنا حتى واحد سوى الله ومحمد السادس، ما كنطلبوا حتى شي واحد وما تنعرفوا حتى شي واحد الا الملك، عاش الملك صافي. والله وتنشكر كريم، كنشكر كريم اللي شرى المعقم من جيبو، كريم غاندي اللي شرى المعقم من جيبو، شرى ميزان هذاك الميزان ديال الحراره، شرى كل شيء ديال كورونا باش كيعقم لينا، يعني حتى حنا راه عندنا وليداتنا، حتى حنا راه خايفين، حنا كنطلبوا من جلاله الملك هو يشوف من حالنا. هذا الشيء اللي تنقول لك، راه حنا عندنا وليداتنا وعندنا والدينا وعندنا كل شيء، يعني حنا ما بقيناش كنخرجوا كاع للزنقه، ما كنقدروش نخرجوا للزنقه. اش غنقول لك، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. السيد اليوم بغا الصحافه تدخل، اشنو الجمعيه عنده؟ هو عنده جمعيه ويحكي لنا، حنا ما عارفينش الجمعيه اشنا هي. كاينه الجمعيه ولكن حنا ما عارفينهاش، ما كنعرفوش هاد الجمعيه، يعني حنا خاصهم يجيو يطلعوا علينا ويشوفونا. الناس من الراس حتى للراس ما عندهمش باش يعيشوا، عندهم وليداتهم الله يحسن العوان. كاين اللي ما مخلصش الكرا، كاين اللي ما عندوش حتى باش خبزه باش يشريها. وهاد الناس كلشي يومين في رمضان كتجيهم المعاونه، وهاد الناس علاش هاد الناس ما تجيهمش المعاونه؟ ما حرامش، وحسبي الله ونعم الوكيل، عاش الملك، راه كاين الملك والله. السلام عليكم. السلام عليكم، بغيت نهضر معاك. انا سميتي رامي مصطفى، عندي 6 ديال الاولاد، ما استفدت لا
ما استفدت لا ما استفدت لا في قضيه الرميد ولا في شي حاجه. ما كاينه لا قفه لا والو بصفه نهائيه. القفه فيها القضيه ديال باك صاحبي. وصلاتك شي معاونه؟ ما كاين لا معاونه لا حتى شي حاجه بصفه نهائيه. كنشد 1000 درهم في الرميد. 1000 درهم ما كافيانيش وعندي 6 ديال الاولاد. و 90% ديال الناس ديال سكان هاد الحومه حتى شي واحد ما خدا القفه. اه بصح مخدين. بصفه نهائيه. هاد الناس المسؤولين كنوجه لهم نداء. بيردوا البال للناس ديال الشعب راهم الاكثريه خدام باليوم اليوميه ديالو. الزنقه واحد والدار 17 زنقه المقبره الاسرائيليه. الجمعيه ديال الدرب اش كتقول للجمعيه؟ الجمعيه ديال الدرب كنطلب منها حتى هي تقوم بالواجب وكنشكروهم على المساعده ديالهم وعلى التطوع ديالهم وكنشكروهم. كاين الجمعيه ديال الدرب اي ولاد. نطلب من الناس المسؤولين اللي مسؤولين علينا راه حتى حنا مواطنين وحتى حنا ولاد الشعب. وكنطلب من الناس المسؤولين يردوا لينا البال لان احنا في حاجه لهاد الماسه لهاد المعاونه. وكاين سميتو وكنطلب الله الله يرفع هاد الوباء والله يخفف ما نزال ونطلب ربي الله يخلي لينا سيدنا هو اللي خدام في هاد البلاد لا غير. والشي الاخر ما كاينش ما كاين غير باك صاحبي والتليفون الاحمر هو اللي كاينه. وشكرا والله يرحم الوالدين. السلام عليكم. انا واحد من السكان ديال درب واحد قابل مع المقبره الاسرائيليه. بالنسبه لهذه الجائحه وهذا الشيء اللي واقع حنا راه ملتزمين وكنقوموا بالقرارات اللي كتقوم. غير هو كاين شي حويجات راه حنا كنعانيو منها بحال هذيك المعاونه هذا لا راه ما وصلتناش هذا العام. مولفين ديما كيعطيوها لنا شوف المسؤولين اللي كيعطيوها وخصنا تعقيم وخصنا وخصنا وخصنا. حنا دابا راه الناس ديال الحومه هما اللي كيتعاونوا معنا باش كنديروا هذا الشيء ديال النقاء وديال الشطاطاب وديال التعقيم وديال وانتم كتشوفوا الحي ديالنا كي داير نقيت تبارك الله وصل العابين. الناس ديال الحومه هما معانا والحمد لله راه حنا غاديين دابا ان شاء الله تتفوت هذه الامور بخير وعلى خير. غير هو اللي بغينا انتبهوا لنا شي وحدين عرفونا اش خاصنا اش بغينا اش خاص هاد الدرب اش خاص هاد الناس خاص. كاينين الناس ما خداميش كاين الناس كيعانيو في هذه الجائحه ما خداميش ما وصلهم حتى حاجه من هذاك الشيء اللي سمعنا. ولا حول ولا قوة الا بالله. والسلام عليكم خويا. كندير السلام عليكم مرحبا بكم خويا. راه كنبخر عباد الله في سبيل الله خايفين من كورونا. الله يهدي هاد الناس ويهدي امه ويجيب الشفاء خويا. بقى في داركم ودير مترو ولا خرج شي كاع وعقم راسك بحال هذاك السيد راه داير خير. راه هو هذاك كريم اخويا غاندي الله يرحمه والديه تحيه راه داير حتى هو مبجهدو وانا حتى انا ما داير مبجهدنا ولا الدرب كيسيقو والله يدير شي تاويل والله يجيب شي